الشو سويناه. طبعا احنا نزلنا لكم الصوره قبل بيفور وشفتوا شعرها شلون كان قصير. وايد ناس تعاني من نقول لك شلون اذا شعرنا قصير، حتى لو حطينا الاكستنشن راح يبين. طبعا احنا سوينا لكم تسريحه اعتقد لاحظوا هنا من قدام ترى ما استخدمنا لها اي حشواتها، ما فيها اي حشوه، يعني وايد ترى ناعمه تسريحه، بس طلعت لنا بطريقه انها فخمه ومرتبه لان التكنيك. انا دائما اقول ركزوا على التكنيك، التكنيك وايد مهم، هو اللي يخلي حتى الشعر ما يبين ان اكستنشن حاطه. فلاحظوا هنا شلون الشعر مرتب، طالع النظافه. يوه شوف 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 الجمال يا والقلب صفاء بصدق اموت انا اتعب خلاص ما عاد اقدر اتكلم تعبت هلا بالفخامه لك هلا بالجمال لك هلا بالاسطوره هلا هلا ما قدرت ابعد واتوب كيف اتوب